نبدأ مع بعض نشوف انتوا عايزين ايه نتكلم في ايه. فانا اول حاجه يعني انا من 3 اسابيع تقريبا او اكتر كنا قعدنا في برضه ندوه عندنا في طبع الشمس على اساس اللي هو احنا بس عشان نحدد اللي انتوا عاوزينه ونتكلم فيه باذن الله ان شاء الله. فكنا قاعدين اللي هي موضوع برضه مستقبل الطبيب. فانا قعدت تقريبا اتكلم حوالي يمكن ساعة ونص في ايه اللي هو اختيار التخصص. بس احنا عملنا حركة كويسة, رحنا رافعينها على اليوتيوب بحيث انت يعني ممكن تخش على اليوتيوب كده هتكتب اختيار التخصص دكتور اسامة محمود, هبص تروح طالع لك على طول وقعد عيش بقى. لو انتوا عايزيني اتكلم على اختيار التخصص تاني انا تحت امركم. مش عارف هل بقى يعني ده اول سؤال انا عايز اعرفه, يعني عشان لو هنتكلم عن التخصص هنتكلم كتير وهو الكلام اوريدي موجود على اليوتيوب وفي بعض زمايلكم كان حضر معانا هناك. دي نمره واحد. نمره اثنين, في برضه ايتم تاني ممكن نتكلم فيه. فبعد الصلاه بقى انتوا هتقولوا لي ايه الايتمز اللي انتوا عايزينها. في برضه الايتم بندردش شويه على الفكره بدون تفاصيل, يعني اللي هي الفكره بتاعه المعادلات والزمالات والحاجات دي, بديك فكره عنها شويه. في بقى حاجات تانية اللي هي برضه ايتم تاني اللي هو انت بقى يعني انت اتخرجت او لما تتخرج انت هتعمل ايه بقى؟ بعد كده يعني غير التخصص وغير المعادلات انت هتمارس المهنة. ففي بيبقى في شوية نصائح عامة لأي طبيب متخرج بنقولها له, يعني نصائح بقى متعلق بالممارسة نفسها بغض النظر بقى انت هتاخد معادلة, هتعمل زمالة, هتعمل دكتوراه, ايه الفرق بين الحاجات دي, الأخلاقيات بتاعتنا المفروض تبقى ازاي, طريقة تعاملنا مع العيانين بيبقى ازاي, يعني برضو دي كلها نقاط مهمة. بعد كده في برضو طريقة أخرى إنه يعني نخلي المسألة open discussion بحيث إنه اختيار التخصص هو already موجود على اليوتيوب, ولو أنتوا مثلا تحبوا إن أنتوا تقعدوا تسألوني في حاجات وأنا أجاوب عنها تحت أمركم. فيعني أنتوا بقى إيه في بقى رئيس ان انت بتنظم العمليه ولا مين؟ طيب فانتوا اتفقوا كده شوفوا اللي انتوا عاوزينه وانا تحت امركم, يعني انا ممكن اقعد معاكم زي ما انتوا عايزين بس عشان يعني تبقى القعده ان شاء الله تبقى مفيده ان شاء الله. فانتوا قولوا لنا بقى كده يعني اللي انتوا عاوزينه. بس عقبال ما الاذان يخلص كده ونصلي انا بس عايز ابتدي اقول كلمه مهمه جدا ان احنا افتتاح الكلام ان انا نفسي ده اللي انا نفسي فيه طول عمري, يعني نفسي انه مهنة الطب ترجع زي زمان ان هي مهنة انسانية في الدرجة من الدرجة لازم, لان الطب دلوقتي بقى فيه بيزنس كتير وبقى فيه كده يعني حركات كده مش عجباني. فانا عايز الطبيب ده يبقى انسان من الدرجة الاولى. انا طبيب بس انا انسان بمعنى الكلمه دي اهم حاجه. لو انت عملت كده اتفرج بقى على الرزق اللي هيجي لك, اتفرج بقى تشوف, يعني انت ما تقعدش تحاول لان في ناس يقعد يعمل ايه اصلا انا هعمل كذا وهسوي وهاخد هنا وهاخد مش عارف هاخد برسنت ومش برسنت حاجات كده بتبقى وحشه على خطوتك يا خطوتك انت ازاي. فانا عايزك نمرة واحد انت بس اتعلم كويس اشتغل كويس خليك انسان وكل ما تحمل الكلمة من معنى شوف بقى ان شاء الله الرزق هيجيلك من حيث لا تحتسب. واول واحد انت تفكر فيه هو دايما اقولها المريض اللي هو المريض الفقير, المريض اللي هو مش قادر يدفع يعني بالعربي. خلي بالك النقطه دي مهمه جدا. العيانين هتلاقيهم كتير, لا
تعمل فيها سيدي عيان هتكسب منه. ماشي يا سيدي مش مشكلة، ما احنا برضه يعني نصيحنا دكاترة مش هنبقى يعني ملايكة، فاهم ازاي؟ لكن برضه طب ما انا عايز برضه اشتغل وعايز اعيش، اوكي مفيش مشكلة، تلاقي في عيانين ويب تو دو وهتلاقي عيانين بتدفع، بس هتلاقي في عيان ما يقدرش. طب وبعدين يعني احنا بقى عندنا ناس يقول لك ايه؟ ما هو ما يقدرش، هو ما معهوش، ما يروح الدمرداش، ما يروح المستشفى الجامعي، ما يروح مستشفيات الحكومة. ماشي صح، كلامك صح مش غلط، لكن ما تخلي عبيط شوية كده في شغلك لله. ايه المشكلة؟ يعني مثلا تلاقي عيان وتلاقي في ناس يصعبوا عليك، تبص تلاقي العيان يا دكتور ايه؟ في راجل محترم، يعني راجل محترم جاي هو وزوجته معاه ابنه، في ناس محترمين جدا قمم يعني، بس هو ما معهوش بقى. بعدين هو زي ما تقول يا عيني، هو الستايل بتاعه مش يعني لما راح المستشفى الجامعي زي ما تقول يعني هو مش قادر يستحمل الحكايه. في مثلا عيان تلاقي كده ايه السوشيال باك جراوند بتاعته الستايل، ان انت لما تقول له ده انا هحجزك في مستشفى الدمرداش او بقى مثلا في مستشفى بنها الجامعي وبتاع، تلاقي الراجل يقول لك ايه يا سلام يا دكتور ربنا يبارك فيك، انا مش عارف اقول لك ايه، كان المستشفى دي بتاعت ابويا بقى وانا بحجزه فيه، فاهم كلامي ازاي؟ وفرحان قوي خلاص اوكي ده جميل جدا. لا في واحد تاني تلاقيه عيني هو لما راح ما قدرش، يعني هو ما قدرش، فنفسه يبقى في مكان برايفت شويه. طب انت تعمل ايه يا سيدي؟ انت بقى شغال في المستشفى الفلانيه، في عندنا دكاتره كتير بيعملوا كده، بيعمل ايه؟ في مثلا هو شغال في المستشفى الفلانيه وبيدخل لها ايه؟ شغل. طيب يا جماعة يعني في بعض حالات لما هتيجي أنا هطلب منكم طلب إن الحالة دي تعدي بمثلا 50% من تكلفة المستشفى وأنا الأجرة بتاعتي أنا مش هاخدها، يبقى أنت كده خليت ال 10 جنيه هيبقوا 3 جنيه بالنسبة للعيان، يقوم يقول لك أه ممكن أدفع حاجة زي كده، يبقى أنت برضه حققت له الخدمة اللي هو عايزها وبسعر قليل. تتفرج انت بقى، انت بس بتعمل دي مره بس، تتفرج بقى يحصل ايه، هتلاقي بقى دكتور بامر الله العيانين يا ابني هتلاقيهم قاعدين عندك على السلم، تلاقي العيال جوه كده والسلم ما شاء الله العيانين قاعدين بره. انا بقول لك ده كلام مهم جدا جدا. الشخص الثاني المهم غير العيان الفقير برضه في نقطة أنا عايز أقولها، أنتوا إيه رأيكم؟ تخيل دلوقتي بقوا في المؤتمرات بيقولوا إيه؟ يعني مثلا تيجي تحضر مؤتمر ففي مرة محاضرة كان عنوانها إيه؟ بيتكلموا العيان هنتعامل معاه كمريض فقط ولا كإنسان ولا زبون؟ خلي بالك، فأنتوا إيه رأيكم؟ نتعامل معاه إزاي؟ واحد يقول لك لا انا عايز اتعامل معاه ان هو مريض فعلا، والتاني يقول لك لا ده هو انسان في المقام الاول لازم اتعامل معاه كانسان لانسان، التاني يقول لك لا اصل العيان ده خلي بالك ده هو جاي بيدفع فلوس، فطالما بيدفع لازم تقدم له الخدمه مقابل الفلوس اللي هو دفعها، فتتعامل معاه من هذا المنطلق ان هو زبون والزبون دايما على حق وحاجات زي كده. عارفين الكلام ده؟ اه. ف الواحد رأيه، الرأي بصراحة انك انت تتعامل مع المريض اولا كإنسان وكمريض at the same time، لان هو انسان بس مريض خلاص، لان في انسان مش مريض، لا انا هتعامل معاه كإنسان وكمريض وايضا كزبون في نفس اللحظة، يعني بعتبره زبون سواء هو برايفت جايب لي فلوس او سواء هو ببلاش، لانك انت برضه خلي بالك تعاملك مع المريض ان هو زبون ده عارف بيخليك ايه برضه؟ معلش انا اسف، بيخليك مهتم جدا اهتم قوي بيه ورعيه كويس قوي، بس انا هعامله كده كزبون لو بيدفع او ما بيدفعش. فبص لا يا دكتور انت خلي عيان كده انت تعامل معاه حتى وانت في مستشفى الجامعه وانت امتياز وانت نايم في اي مكان، في مستشفى وزاره الصحه في اي حته في الجيش
فرج انت لما تتعامل مع العيانين كإنسان وكمريض وكزبون أساسين طالب، هتلاقي المعاملة بتاعتك معاه هتخليه حتى لو هو مش دافع فلوس، حتى مش هو دافع فلوس. يعني أنا مثلا جربت كتير الحاجات، تلاقي إيه نقطة بص، تلاقي عيانين بالهبل جايين لك على حس واحد، بس عيانين بتدفع على حس واحد أنت خدته بدون أجر. إزاي؟ لأن الراجل اللي هو الغلبان ده ما يعرف ناس تاني، يعرف ناس ده أنا رحت للدكتور فلان وكتر خيره والله مش معقول، وداني علاجات وعملت وخفيت على فيه ما شاء الله. فبص تلاقي إيه؟ هيبعت لك حالات بتدفع، لأن برضو إحنا مش عايزين يعني في ناس بقى رد يقول لك إيه؟ وأنا فاتح العيادة سبيل. سبيل يعني شوية سبيل يعني، فلا شوية كده وشوية كده. مش كده؟ مشي نفسك. تمام. يعني احنا هنكمل كلامنا كده، بس اللي هو عايز يصلي يصلي كده، ويعني 10 مينتس كده صلاه ونعود تاني ان شاء الله مع بعض ان شاء الله. في برضه حاجه عايزين برضه نتفق عليها برضه في التعامل مع المريض، اللي هو هل المريض نقول له بالتشخيص بتاعه فرانك، ولا نحاول ان احنا يعني نخفف عليه شويه من الحده بتاعه معرفه التشخيص يعني. فانا رايي انه لما يبقى المريض مثلا يعني مريض عنده مالينس مثلا، عنده ميتاستس، عنده مرض وحش، انا اقدر اوصلها له بطريقه يعني حنينه شويه، راحه شويه، والله في شويه خلايا نشيطه بس كده وهنشوف ان شاء الله ربنا يكرم كده. لكن في دكتور بص يقول له ايه؟ من اول قعده، وعلى فكره دول كتير قوي دلوقتي، كتير يقول والله في للاسف سرطان على طول، ده الراجل والله في سرطان والسرطان انتشر في الجسم، بيكلم العيان. طب والعيان يعني هيعمل ايه؟ ازاي؟ والله مثلا واحد عنده ليفر سيروزز بوست هيباتيتس سي، فيقول والله يعني اوان العلاج عدى. بص الالفاظ، انت جيت متاخر الحقيقه. الفاظ يعني دي لا تعني ان الا انه هذا الطبيب مش مهذب، مش مهذب، بيتعامل مع المريض كانه حجر قدامه. واخد بالك ازاي؟ فاحنا نقدر نوصل، لا والله يعني انت الحقيقه دلوقتي احنا مش محتاجين انترفيرون دلوقتي، هو طبعا فعلا اوان الانترفيرون عدت مثلا خلاص الراجل بقى سيروتك تماما يعني. وقالوا لي يا دكتور على الانترفيرون، لا يعني هو دلوقتي يعني الانترفيرون انت مش محتاجه دلوقتي. فاهم ازاي؟ ويعني احنا هناخد ليفر سبورت وهنعمل متابعه ونظام اكل وهتبقى زي الفل ان شاء الله، خلاص مش لازم تقعد انت تتكلم مع العيان بالتفاصيل الدقيقه للموضوع بتاعه. عايز تتكلم بقى لو الموضوع سيريس شويه، بتكلم اهله والله، نكلم اخوه، نكلم زوجته، نكلم مش عارف كده، ما هو العيان مع ناس، ما تقعدش تتكلم مع العيان في التفاصيل المميزه هو هيعمل بيها ايه؟ أنا رأيي كده. طبعًا خلي بالك إن في إيسكس بتقول إيه بقى؟ لازم المريض يعرف حالته بالظبط. أيوه، بس بطريقة برضه فيها شوية إيه؟ إنسانية. يعني ما تبقاش كده ما تبصش الكلام، يعني هديك برضه جملة يمكن أنتوا سمعتوها مني ولا حد الله يعلم. برضه واحدة ست عندها لوكيميا وكانت أدفانسد، فجوزها راح للدكتورة متخصصة فبتقول له إيه؟ بتقول له بص يا ابني ما تلفش كتير على الدكاتره واعتبرها ماتت. ما تلفش كتير بس كده خلاص. ايه ده؟ ده كلام بطل. وناس ايه؟ ده دكتور محترم. ناس محترمه قوي بس بتسمع الكلام ده يسقط كده من نظر الوعي. يا اخي انت مش بني ادم يا اخي. ده كلام. في برضه حته اخيره بالنسبه لحق المريض. دي انا بقى بختلف معاها مع ناس كتير قوي. حته الاستشاره. يعني انت كشفت
أول مرة، تاني مرة استشارة، وراح كاتب له إيه؟ بص استشارة في خلال أسبوع، دي كاتبها كده تحت، دي أنا ما ببصتش فكري. يعني إيه في خلال أسبوع؟ طب فرضنا العيان عدى أسبوعين وراح جايبك، بص ده كشف، ده ما جيتش خلال أسبوع، إيه ده؟ على فكرة 80% بيعمل كده، يعني الدكاترة رسمي ماشي رسمي. طب يعني معلش أنا جالي العيان النهاردة اديت له علاج، عشان الريسبونس بتاع العلاج ده يبان ممكن ياخد له أسبوعين مثلا، يبقى أنا أقول له استشارة بعد أسبوعين، جه متأخر شوية معلش استشارة برضه. إيه يا جماعة؟ فأنت تكتب إيه بقى؟ بص تروح كاتب إيه؟ تحت روشتة كده، بلاش بقى اللفظ استشارة بعد أسبوع دي، ها؟ أو خلال أسبوع، الاستشارة بميعاد. الميعاد ده الدكتور هو اللي بيحدد. والله انت يا عم الحاج تجي لي بعد 3 أسابيع استشاره ان شاء الله عشان نشوف الاخطاء. في بقى ناس كرماء قوي يقوم يعمل ايه بقى؟ بص استشارتين. ايه رايك بقى؟ ليه؟ حسب التخصص بتاعك. في امراض زي امراض البطنه دي، امراض البطنه دي يعني منيله في ايه؟ العيانين كلهم كرونيك ديزيز. فانت النهارده خدت كشف ورحت عامل له استشاره. الاستشارة ما بتعملش فيها حاجة، تقوم تقول له ايه؟ ابص بعمل حاجة، انا عايزك تعدي عليها كمان شهر وتعمل تحاليل كده ابص عليها بص، ماشي؟ دي إيه استشارة ان شاء الله مفيش مشكلة. بس طبعا خلي بالك الشعب بتاعنا فيه برضه عيب شوية، بس احنا نحاول نغير المفاهيم دي. لما يلاقي الدكتور كريم قوي 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 يقول لك الدكتور ده بان عليه ايه؟ ده بان عليه تعبان. لكن لما يلاقي الدكتور اجريسيف وغالي جدا كشف بتاعه فيري اكسبنسيف، انت عارف ايه؟ يقول لك القط يحب خناقه ولا ما اعرفش مين يحب كده. هي كده الدكتور داخل ماشي كشر، فاهم ازاي؟ غالي كلامه شعر، هو كده مبسوط كده، فاهم ازاي؟ في عندنا دكاتره مثلا لما العيان بتاعه يبقى تعبان قوي يقوم يديله الموبايل بتاعه ويقول له اتصل بيا في اي وقت، وساعات الدكتور ياخد موبايل العيان لان شاف العيان تعبان ويسال عليه. في ناس بتعمل كده، في ناس يقول لك لا انت بتعمل كده ده مش مظبوط. هي وجهات نظر بقى، هي وجهات نظر يعني حقيقه، لكن برضه احنا عايزين نقول لازم حق المريض ياخده وبزياده. في بقى كمان شخص تاني عايز اقول عليه بسرعه كده، حق الزميل اللي هو ايه؟ يعني الدكاتره انتوا بتبقوا في ناس كبار وناس صغيرين، انت مثلا شغال جراحه مثلا وبتعمل عمليات معينه، وبعدين جالك واد كده شاب كده دكتور صغير انضم ليك في الاسم، ده بقى دكتور بالامانه علمه الراجل، علم الراجل، يقول لك ايه؟ اصل ما بيرضاش يعلم حد. هتسمعوا الكلام ده كتير قوي، ده ما بيعلمش حد خالص، انت تساعده وخلاص، يعني يشيلك الديرتي ورك بتاعه، هو ما بيعلمش. وفي ناس يعملوا ايه؟ بص تلاقيه مثلا شغال مثلا في الجامعه مثلا يعني، او في مكان معين، شغال في مكان معين، فهو زي ما تقول الشغل، يقول لك الشغل اسرار، الشغل اسرار، فلما يجيب حد يساعده يجيب حد بعيد خالص. يعني انا في الجامعه مثلا اروح جايب واحد كده بعيد خالص خالص عشان ما يعرفش اسراري. يعني انا اسرار ايه؟ خايف من الارض ولا خايف من ايه بالظبط؟ ولا خايف من مش عارف. يا اخي هات اللي معاك ده علمه، كل واحد يعلم الاصغر منه في موقعه. لا اصل هيعرف سر الصنعه. ماشي. طب ما دي صدقه. يا ريت. لا اصل هو هياخد العلم ده كله على الجاهز، ده انا تعبت 25 سنه عقبال ما عرفت العلم ده، اديهوله كده في لحظه هو يعني. خايف على رزقك يعني؟ بالعكس والله رزقك هيزيد، فعايزين الحاجات دي يعني ما تبقاش معين برضه امتحان مش عارف معادله ماجستير دكتوراه، تبص تلاقي الناس ايه برضه فيهم حته كده ما يديش لزميله يعني الحاجه مظبوط، لا اصل انا ما معيش البتاع دي. طب ليه قبل الحركات؟ الحركات دي كانت اخرها في الثانويه العامه. شغل العيال ده صح ولا لا؟ تلاقي واد يذاكر ويذكر ويبقى معاه حاجات، فاهم ازاي؟ في شغلنا احنا لا ما ينفعش. هتلاقي ربنا هيكرمك جامد كتير خالص، كبر مخك قوي يا دكتور، كبر دماغك قوي في الحكايه دي. وعايز اقول برضه كلمه يعني انا ما بقصدش بيها حاجه خالص، يعني
الحمد لله لما احنا اشتغلنا وبقينا ندرس وحاجات زي كده اهوت، ولما اتطلب مننا تسجيلات وايام الشرايط الكاسيت ما قلناش حاجه، سجل يا شغلانه، سجل خلي الناس تسمع، سي دي سجل، نت ولا يهمك يا راجل يا دكتور يا عم سجل، وربنا يكرمنا مع بعضنا. طب الواحد هو برضه يعني انا هنا بقصد ان انا عايز اعلمك حاجه برضه، عايز اعلمك. وبعدين سبحان الله بقى الكلام كان يتقال بالعكس، يقول لك لا ده كده غلط، ازاي الكلام يبقى على النت ولا على البتاع مش عارف ايه، ده مجهودك مجهود ايه يعني. طب يا عم ده احنا عملنا كده وربنا كرمنا، شوف الرزق زاد اضعاف الحمد لله، فاهم ازاي؟ فلا تبخل بعلمك على انسان. لو بخلت بالعلم ده اهو انت خلاص هتتحط بقى في الكاتيجوري بتاع حجم العلم، وانت في انتظار الحساب لسه ما اتحاسبتش يوم القيامه هتبقى واقف عامل ازاي؟ ها؟ هتلاقي ديك الاثنين دول ايه؟ متكتفين بسلاسل من نار. واقف مستني، انت لسه ما اتحاسبتش، انت بس ايه؟ استنى على الجنب الاول ولفه بالسلاسل بس كده نشوف الحكايه دي ايه؟ عشان ده في كاتيجوري وحشه، حاجه بعلم. ما تحكمش العلم. وبالذات سيبنا من شغل الطلبه ده. لا، زميلك اللي تحتك. انت بقيت معلم وجالك الوقت صغير، تعالى تاخده في حضنك كده تحت باطنك وتعلمه. اي حد يضايقه او في اي مشكله في المستشفى انت في ظهرك. انت واقف في ظهري انا مغطيك. هو كده. لما جيت لك ليه؟ ينسحب ويسيبه. انا ماليش دعوه. حركات عيال بقى. سيبنا بقى اقول لك بقى حلال وحرام، لا ده شغل عيال بس كده. انا بعتبر ده شغل عيال. بس كده. في بقى نقطة عايزين نقولها مهمة قوي، حتة بقى أنا لما أتخرج أنا هاخد يعني أمشي في طريق الماجستير والدكتوراه أو الزمالة اللي بيقول عليها الزمالة المصرية، ولا أمشي في سكة الحاجات الأجنبية؟ واخد بالك أنت إزاي؟ ده طبعا سؤال يعني مصيري، أنا هعمل إيه بالظبط؟ شوف احنا زمان، انا زمان قلت كلام وكنت بقول للطلبه يعني بالنسبه للدكتوراه والماجستير في مصر، الحقيقه انا شايف دلوقتي عشان ما اقعدش اقول زمان، انا شايف دلوقتي انه الوضع هيتغير وهيبتدي ان شاء الله، واحنا عمالين نتكلم بقى بالنسبه للنقابه ووزاره الصحه والجامعات، عايزين بقى نوصل لمرحله انه اللي معاه ام دي في مصر يبقى راجل معترف به في جميع دول العالم. اللي معاه ماجستير من مصر كذلك، اللي معاه الزماله المصريه كذلك، طبعا ده فيوتشر هيتغير. لكن انا عايز اقول يمكن ستيل يعني ابطل ناو دلوقتي، يعني يقول لك والله مثلا انت بقى هتسافر مثلا في الخليج، هتسافر مش عارف فين، هتشتغل يعني. في مكان ما، فيقول لك والله يعني الجماعه اللي بيبقى معاهم البورد والزماله بيبقوا يعني مفضلين شويه عن الدكتوراه المصريه. انا بس بصلح لهم حاجه بقى في دي عشان تبقى عارف، ايه رايك اللي بياخد ماجستير او دكتوراه من مصر هو بيبقى فيري باورفول في العلم. امتحاناتنا صعبه شويه، انت عارف ان احنا برضه معقدين شويه. فتلاقي امتحاناتنا ناشفه. والله يعني تلاقي المجهود اللي انت بتبذله في مصر عشان تاخد دكتوراه انت ما تعرفش انت بتعمل ايه. بعدين خلي بالك بقى دلوقتي الوضع اتغير. هو كان الاعتراض ايه على الدكتوراه والماجستير في الاول؟ ان هي كانت تشعر ان هي شهاده نظريه. يعني انت بتقعد في البيت تحرد في البيت وتعرف لك كلمتين كلينيكال وتروح داخل على الامتحان وتخلص. لا دلوقتي بقى حبيبي الماجستير والدكتوراه بدأت في معظم الجامعات، وده الكلام ده هيبقى موجود في جميع الجامعات بأمر الله تعالى. ايه ده اللي موجود بقى؟ فهيبدأوا بقى يعملوا ايه؟ أو عملوا خلاص بقى الماجستير بقى يا دكتور، إنك أنت كان الأول ماجستير ايه؟ فيرست بارت اللي هو البيزك فيسيولوجي ومش عارف باثولوجي وبتاع، وبعدين السكند بارت اللي هو الماده
مثلا بطنه جراحه شويه نظري شويه عملي خلاص كده. لا دلوقتي بقى في بقى بينزلك، لكن انت لازم تحضر المحاضرات وتحضر ستاف راوند، ولازم تعمل مانوفرز معينه. عارف بيقلدوا مين بقى؟ بيقلدوا البورد الامريكي. خلي بالك، لانك انت انا اقول لكم الفرق شويه، ان الزماله الانجليزيه كويسه بس هي تحسها شهاده نظريه اكتر. البورد عمليه، يعني بمعنى ايه؟ انك انت قاعد في قسم مثلا دلوقتي الكارديولوجي مثلا، مريت على حالات حضرت ستاف راوند كتير اروح انا مضيله، بعد مضيله كل ما تحضر مضيله جامده معاك انت كده، حاجه اسمها اللوب بوك، او يعني معاك كراس كده دفتر بيطلي لك فيه عملت كم مره ايكو اكتب لك، عملت اساطر، عملت ستنت، عملت يبقى انت كده بتشتغل، مش مجرد انا عمال اقرا واروح احل امتحان نظري. نفس الكلام في جميع الفرنسيات، ده في الماجستير والدكتوراه. ده هيخلي بقى، طبعا خلي بالك مين اللي عمله كده؟ الاخوه بتوع الجوده، اللي هي حاجه اسمها جوده التعليم. قال لك لا، الامتحانات الام بي والماجستير عايزه تبقى موديفايد شويه. فالموديفيكيشن ده هيخليها هتبقى فعلا شهاده محترمه جدا جدا جدا. وهيعترف بيها عشان تبقى عارف. وهي معترف بيها حاليا في جميع انحاء العالم، لكن الشكل لما هيتغير بانك انت تحضر عملي وتعمل مانوفرز، مش عارف الجراح لازم يعمل عمليات كذا ولازم يكون العمل مش عارف ايه وركب ايه ويسوي ايه، كل دي حاجات بتخلي انت خدت دكتوراه يبقى انت فعلا تستاهل انك انت يبقى معاك الدكتوراه. يعني اللي هيمشي بسكه الماجستير والدكتوراه كويس قوي، وخصوصا اللي هو ايه بقى يا دكتور؟ بص، في ناس بيبقى زي ما تقول اتعين في الجامعه مثلا، اتعين في الجامعه، فتلاقي الكادر الجامعه بقى يخليك بقى ايه، انت بتبقى محطوط في فريم معين. انا خلص بقى الماجستير عشان ابقى مدرس مساعد، هضطر اخلص الدكتوراه عشان ابقى مدرس، انت مضطر. عشان كده انا حتى بقعد اقول للشباب، اقول لهم ايه؟ في ناس بيبقى زعلان قوي، زعلان ان هو ما اتعينش في الجامعه. ابويا ده بالعكس، ده اللي بيتعين في الجامعه ده محطوط يا ابني في فريم فيري تايم، ولازم يعمل بقى الماجستير والدكتوراه، انما اللي هو بره الجامعه ده بقى فري يقدر يحضر الحاجه اللي هو عاوزها. واخد بالك ازاي؟ فبالتالي اللي هو اتعين في الجامعه، الجامعه دي كانت زمان يا دكتور، يعني الموضوع انا في الجامعه وده بره الجامعه، لا الكلام ده بقى خلاص يعني ما بقاش زي الاول. احنا عندنا مثلا تلاقي في ناس عندنا في القاهره بره الجامعه شغالين يا ابني احسن من بتاع الجامعه 100 مره، وبيحضر مؤتمرات وبيقول محاضرات في المؤتمرات زي العفريت. خلي بالك الموضوع بقى ده فين؟ ده دكتور فلان، بص ده دكتور فلان، هو فين انا ما اعرفش، ده فلان اللي احنا عارفينه. وايفر بقى ايه في الجيش؟ ايه في وزاره الصحه؟ ايه مش عارف في الجامعه ايه؟ فموضوع الجامعه ده عشان في ناس ماسك اصلا، انا كده مش هتعين يا عم، احسن يا عم غير يا اخي المكان شويه حاجه. لا ما انا هشتري، فاهم قصدي؟ يعني دي نقطه مهمه. طبعا مفيش شك ان الشهادات الاجنبيه يعني برضو بتبقى فيها بعض طبعا المميزات شويه، يعني مثلا برضو هو قتلناه حاليا، يعني لسه برضو احنا في منطقه يعني في الدول العربيه برضو تلاقيه برضو عامل كاتيجوري كده، اللي هو لما بيلاقيك راجل يعني مع البقى زمالك المنصبور تتبع عقدة الخواجة، فيعني يروح يديك سعر اعلى شويه تاخد 20 حلو بس، يعني هي دي القضيه باكثر الاحوال. طبعا بالنسبه دي الشهادات بقى والكلام ده كله برضه، يعني ممكن ان انا اتكلم معاكم شويه في بعض النقط، يمكن انا عارف ان في ناس هيكلموكم في هذه النقاط، انا بسرعه كده بسرعه اقولها على قد ما نقدر سريعا. يعني مثلا طبعا احنا في عندنا اللي هي المعادله الامريكيه. المعادله الامريكيه هي قبل بس ما اتكلم النقابه بتاعت الاطباء، اعتقد بقى اللي هي في القاهره دلوقتي يعني كثيره، في حاجه اسمها التعليم الطبي المستمر، هتلاقي فيها كل التفاصيل الممله عن جميع المعادلات والشهادات الاجنبيه والسعر وكل حاجه.
ويدي لك ورق وسيدي هات تفتحها وتشوفها وتعرف انت عاوز ايه. مثلا بالنسبه للمعادله الامريكيه، طب ما انا النهارده، ليه عايز اخد معادله امريكيه برضه؟ في واحد يقول لك والله انا عايز ابقى تمرين. طز فيهم يعني، يلا عايز ابقى تمرين. خلاص، واحد تاني هو عايز يسافر امريكا بسبب اخر، هو ليه حد هناك اصلا، والله يا عم هناك خالي هناك دكتور، وانا هناك هبقى سوشيالي بروتكتد وهيبقى وضعي هناك كويس وكده، فعايز اسافر امريكا. واخد بالك انت ازاي؟ في واحد هو عايز يسافر لان النظام الامريكاني هو بيلائمه كامتحان، بيلائمه اللي هو بيتكون طبعا من ثلاثه ستيبس. ستيب واحد اللي هي طبعا بتبقى بيزك. ستيب واحد ايه نزلها؟ ان انت بتمتحن في الفسيولوجي والباثولوجي والفارما والحاجات البيزك دي، كويس؟ ممكن تعمل الكلام ده بعد سنه ثالثه. وعشان كده احنا عندنا طبعا يعني العميد عندنا والوكلاء وكده كلهم بقوا بالانتخاب، خلاص انتخابات. فبالتالي هم عايزين يعملوا ايه بقى؟ يقول لك ما احنا ممكن نخلي العيال بعد ما يخلصوا سنه ثالثه، احنا هم يعملوا تشانل بقى مع الجماعه بتوع المعادله الامريكيه عشان السعر كمان ينخفض، يخلصوا سنه ثالثه من هنا يروحوا واخدين ستيب 1 بتاعت المعادله الامريكيه. يعني ده نظام. انما ستيب 2 و3 مش هينفع تعملها الا لما انت تتخرج خالص، لان دول هيخشوا بقى طبعا في عايزين بقى كلينيكال نوليدج، يعني هتلاقي في امتحان ستيب 2 مثلا في كلينيكال نوليدج، يعني يقعد يمتحنك كده اللي هو عارف نظري الكلينيكال. يعني النيك فينس مش عارف ايه بتاع البلاك بريشر، شويه بلس حاجات كده ام سي كيو. لكن في الستيب 2 الثانيه اسمها اللي هي الكلينيكال سكيلز بقى، اللي هو بيمتحنك فعلا في كلينيكال، وده بيبقى امتحان هيبقى اعتقد هيبقى في امريكا. يعني ستيب 1 وستيب 2 كلينيكال نوليدج دي بتبقى في مصر، ستيب بقى 2 اللي هي الكلينيكال سكيل دي هناك في امريكا، وستيب 3 برضه في امريكا برضه كلينيكال سكيلز بس على مستوى مرتفع شويه. واخد بالك انت ازاي؟ طب ايه الميزه بتاعت المعادله الامريكيه؟ دي بتدي لك رخصه انك انت ممكن تروح داخل انك انت تزاول المهنه في امريكا، بس هي فيها عيب شويه، عايز التزام. انت جبت سكور خلاص، جبت مثلا 80%، مفيش تحسين، 80% كتبت عليك 80%، خلاص مش مثلا سقطت وعيد، لا هو خلاص انا جبت سكور معين، انا خلاص السكور ده اتكتب وانتهت القصه. يبقى انا ما اقدرش اخش ابدا الا لو انا بيرفكت. خلاص كده بيرفكت. على فكره المعادلات دي عشان بس تبقى فاهم، يعني عايز اقول لك معلومه مهمه قوي، طريقه مذاكرتها ما بتختلفش عن اللي انت خدته في الكليه بتاعتك. انت يعني مثلا اجي اقول ايه؟ واحد عايز يخش مثلا الايه؟ ستيب 1 بيزك. طب ما انت خدت يا ابني فيسيولوجي وباثولوجي، الكتب دي عندكم ولا رميتوها؟ رميت؟ اوعى تفرط في كتاب يا ولد. واقول لك نصيحه بقى كده بس مش حلوه يعني. ما تسلمش كتابك لحد. ما بيرجعش. هو ما يرفضش، هم الدكاتره كده. الله الكتاب ده جميل قوي، طب ممكن استلف وان فضل. مش هتلاقي بقى خلاص خلص الموضوع. مش عارف ليه. حافظ على الكتب بتاعتك. هتيجي انت مثلا تعمل الستيبس الستيب اللي هي بتاعت البيزك دي. هتقعد تقرا اللي انت ذاكرته زمان، بس ايه بقى جميل؟ هتلاقي في بعض كتب بتاعتهم لازم بقى تبص فيها شويه. انا خلاص قريت الفسيولوجي بتاعنا وفاكر ده، هبص بقى على الحاجات اللي هم بيتكوا عليها. لا في حاجات معينه هم بيحبوا ايه؟ بص البيزك ساينس كلها يحبوها تبقى ابلايد، يعني كلام يمس الكلينيكال. يعني مثلا اناتومي يمس الكلينيكال. الفسيولوجي كذلك، مش الاناتومي الصرف والفسيولوجي الصرف، هتلاقي كلام بسيط قوي. وبعدين تروح جاي انا خلاص خلصت بقى البيزك ساينس اللي انا عارفها من اولى وثانيه هنا، ورحت جايب كتاب فلان كتاب علان بتوعهم، هتلاقي بقى كل معادله ليها الكتب بتاعتها. هبص فيها شويه
زي مش عارف كابلان ومش كتب معروفة. وبعدين تروح جايب بقى كتب ام سي كيو وتخش على المواقع بتاعتهم هيدوها لك. المواقع بقى مليانة امتحانات ام سي كيو، تريننج 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 لحد ما تلاقي نفسك وصلت بقى لسكور مع نفسك رهيب، ساعتها تروح داخل عشان بس ما تدفعش وبعدين دلوقتي دفعت فلوس وما جبتش سكور كويس قوي، لا مش هينفع. ليه بقى؟ لانه بعد ما بتخلص كل المعادله دي انت عايز بقى تعمل ايه؟ عايز تشتغل في امريكا بقى، عايز تسافر امريكا وبتاع. طيب هيعتمدوا على ايه؟ هيعملوا لك انترفيو وبعدين يشوفوا كده اللغه بتاعتك اخبارها ايه، معقوله ولا لا، وبعدين يروحوا يشوفوا السكور بتاعك اخباره ايه. وبعدين انت لما خدت الكلينيكال سكيلز والحاجات دي مثلا في امريكا وكده، كنت انت في سوبرفايزر معاك، ففي ناس هيدوك ريكومنديشن ليتر وحاجات زي كده. فانت بقى بيجمعوا السكور بتاعه ايه، انا جاب جواب من الدكتور فلان كان مبسوط منه مش عارف ايه، طب احنا هنعينك معانا في المستشفى الفلانيه، المستشفى الفلانيه كنائب. طبعا الاطفال والبطنه بفروعها سهله قوي انك انت تشتغلها هناك، الجراحات والحاجات دي بتبقى صعبه شويه عشان تبقى بس عارفها صعب. الا بقى لو انت يعني ايه بقى، يعني بص هم مثلا انت شاطر بس هم بيحبك بقى. هم على فكره بالمناسبه انا عايز اقول كلمه بس بغض النظر عن النواحي، لما تسافر اوروبا وامريكا والبلاد دي اتعامل انت بس اتعامل مع الشعب نفسه، هو الناس نفسها تلاقيهم كويسين جدا على فكره وطيبين جدا عشان تبقى، لكن هم الحكومات هي اللي زفت، يعني هم الطمع والجشع بتاع البلاد بقى اللي الحكومه بتعمل والجيش في حاجات ثانيه، لكن التعامل الشخصي هتلاقيه انا مش عايز اقول لك يعني ايام احداث سبتمبر وكانوا زمايلنا كتير دكاتره شغالين في امريكا كانوا خايفين ينزلوا في الشارع يقول لك لحسن يقول لك ايه، انت عارف السحنه بتاعتنا، السحنه بتاعتنا معروفه، هم دول العرب هم قاعدين عرب يعني لينا منظر معين، فيقول لك احسن يضربونا ولا حاجه في الشوارع وكده. كان مين ده اللي بيجيب لهم الاكل والشرب وكل حاجه؟ الامريكان اللي هم جيرانهم في البيوت بقوا بيجيبوا لهم الاكل والشرب والميه كل حاجه، هم يجيبوا لهم الطلبات لحد البيت لحد ما الدنيا تهدى. يعني هم ناس كويسين بس يعني مشان بس ما تقولش المعامله ومش المعامله، لا المعامله تبقى كويسه ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا بس في البلد والبلد حالها يتصلح ان شاء الله هيبقى كل شيء تمام في امريكا. دي مثلا فكره عن اللي هي المعادله مثلا الايه الامريكيه مثلا. اظن كل خطوه بتبقى الافريج بتاعها يعني بتاع 5000 جنيه ولا حاجه تقريبا، مش متاكد قوي بس في الحدود دي تقريبا. لو حد يعرف حاجه يقول لي يعني برضه لو في حاجه انا بالنسبه للسعر. في طبعا بقى معادله ثانيه انا كنت حاططها، بلاد استراليه، استراليا استراليا دي اليوم هاجرت تقريبا. المعادله الاستراليه هي اسهل بكثير من المعادله الامريكيه تمام كده هو، واقل تكلفه وما فيهاش اي امتحان بيزك خالص، تخش في الموضوع يعني تقريبا هو خطوه اولى خطوه ثانيه. الخطوه الاولى مثلا سي انت داخل ميديسن مثلا نقعد امتحنك نظري ام سي كيو، الخطوه الثانيه ستيب 2 كلينيكال. ليه هما بيعملوا كده؟ لان في عجز شديد في الاطباء. طب احنا في مصر ايه رايكم؟ مصر فيها عجز في الاطباء ولا فيها اطباء كتير؟ في عجز. العجز جاء خيال خلاص؟ عندنا عجز في الاطباء في مصر. زائد المال ديستريبيوشن بتاعنا. فهم في استراليا بيتساهلوا جدا جدا في مواضيع انت بس روح يا عم وتعيش عيشه حلوه وبتاع. والله طب انا مثلا فرضنا انا بقى رحت استراليا واشتغلت وفي هناك فلوس كويسه، بس انا عندي نيه ان انا هرجع. يعني اروح اخبط لي كده 5 سنين ولا حاجه ولا 7 سنين ولا 10، خلي بالك 10 سنين دي عارف ايه؟ دي ولا حاجه، بس انتوا لسه صغيرين. انت واحد متخرج بقيت عندي 25 سنه. معلش يعني. رحت انت عملت معادلات وبتاع رحت مسافر 10 سنين في استراليا. وطبعا بتدي الاجازات وبتاع عارف ال 10 سنين دول والله بص يا دكتور كده. خلصوا خلصتوا عشان بس ايه؟ مش كده يا دكتور؟ بس هم مش عارفين الحاجات دي احنا سننا كبر. انا فاكر كويس
بس قوي احنا عندكم كان 3 4 اشهر اول ما دكتور يعني قول ايه ده يعني احنا تخمينا يا ابني تخمينا الدنيا خلاص بتخلص مش كده ايه يعني وبعدين اصل في نقطه عايز اقول لك عليها ساعات طبعا ان شاء الله لو حال البلد اتصلح دايما ارجع بقى اقول ايه لو حال البلد اتصلح وان شاء الله هيتصلح باذن الله ويبقى في تقدير للطبيب اكتر من كده الشهاده المصريه ان شاء الله هيعترف بيها وهي معترف بيها حاليا بس هتبقى باورفول اكتر في فلوس احسن هيبقى الفيوتشر هنا كويس يبقى انا ساعتها انا ما سافرش يا عم برضه سافر ليه بقى؟ خليني هنا بعدين فرضنا انت برضه عايز تاخد معادلات او عايز تعمل بورد او عايز تعمل زماله او خلاص يا عم اعمل وبرضه انا ناوي اعمل كده بس هرجع هنا والله انا سكه استراليا كانت مفتوحه لانها سهله عليا وليا حد هناك وليا مش عارف ايه هروح شويه هناك اقعد 10 سنين 7 8 سنين اتعلمت ودرست وكسبت ورجعت واكمل هنا يعني انا حاسس ان شاء الله ان مصر هتبقى كويسه ان شاء الله هتبقى كويسه طبعا يعني هم بس زي ما تقول النظام السابق كان بس زي ما تقول ايه هو كان احد مساوئه هو علم الناس الفقر هديك مثال لذيذ قوي العيال النواب كانوا بيقبضوا مثلا مش عارف 300 400 جنيه في الشهر ولا مش عارف حاجه كده يعني راحوا هم وراجل من فتره كده قول العيال راحوا مقضيين مش عارف 1000 ولا 1200 انت عارف العيال حصدهم ايه؟ اتهوسوا يعني بتجري على الارض يعني يا ابني 1000 جنيه انت بقى شوف بقى الدول العربيه والاجانب مش عايز اقول لك السعوديه بقى شوف بقى الطالب اللي هو لسه متخرج ريالات بترخ عليك والله العظيم فيعني فطبعا ده يعني 1200 والكلام ده ما ينفعش ان شاء الله الكلام ده هيزيد بس طبعا احنا تعتبر برضه خطوه حلوه بس انا العيال وهما مظبطين كده بقى نضحك نقول لهم ايوه مصر هم علمونا الفقر يعني علمك انك انت ما تمسك 1000 سنين تفرح بيه. هذه النقطة. فإن شاء الله يعني السالري بتاعنا هيبقى كويس. شهاداتنا في مصر هتبقى كويسة إن شاء الله. إن شاء الله حال البلد هيتصلح وبالتالي هنا يبقى أنا أقعد في بلدي لأن أنا من النوع أنا مثلا شخصيا أنا عمري في حياتي ما فكرت إني أسافر. خالص من زمان من وأنا صغير. فبقى ما بحبش السفر. خليني أعمل قاعد في مصر يعني. خلاص هي حلوة كده. في ناس بيبقى بنراوي شويه عايز يطلع اطلع يا عم بس يعني ممكن ترجع ليه لا يعني في استراليا كويسه حقيقة بالنسبه للزماله البريطانيه الزماله البريطانيه فيها فيزا واحده اللي هي كلها بتتعمل في مصر كلها في مصر وعلى فكره مش غاليه عارفين كده ولا لا بتتعمل كلها في مصر كلها كل الستيبس بتاعتها بيزك كلينيكال كله في مصر والاكزامينر هتلاقي فيهم ناس مصريين وناس اجانب وعلى فكره اسهل بكتير من الدكتوراه بتاعت مصر بس الدكتوراه عندنا يقول لك ناشفه اعرف ان اللي خد دكتوراه من مصر ده فهو ناشف قوي هما هناك العمليه هناك سهله وجميله بس تعمل حسابك بحاجه اللي معاه الزماله البريطانيه مش معناها انك انت ليك حق قوي لممارسه الطب هناك. هما بيبقوا عايزين ايه بقى يا سيدي؟ بيبقوا عايزينك تعمل الاول ده على حد علمي تعمل معادله اللي هي البلاك وبعد المعادله في ناس بقى بعد ما تخلص معادله يبتدي يعمل اتصالات ومش عارف ايه وحاجات زي كده ويخشوا في الدور ومش عارف ايه لحد ما يحصل على زي نيابه او حاجه زي كده يبقى ريزيدنت هناك ثم يمشي بقى بسكه الزمالة بعد كده هو ده ممكن يقعد هناك ويمارس الحقيقة الزمالة أنا شايف إن هي يعني لو مش عايز يسافر خالص لأن السفر ده مش أي حد يسافر مش أي حد يواجه في ناس بيسافروا وبعدين يقول لك ياما أنا رايح لأمي يا عم بصراحة عايز أروح لأمي أنا مثلا أنا كده أقعد عند أمي معلش وأشتغل عند البلد لكن في واحد يفضل يسافر هو اللي هو مش قادر يسافر ده وعنده فوبيا
الفكره دي، طب تاخد الزماله البريطانيه في مصر، الزماله بتاخدها في مصر هتبقى اولموست تعادل الدكتوراه في مصر، وتسافر بيها دوله عربيه تشتغل كويس قوي قوي قوي. ومما لا شك فيه لو سافرت في اي دوله في العالم، انا بقى عايز انا بريطانيه يعني برضه انا راجل انترناشونال، فبقى الناس اللي بياخدوا الزماله عشان الحته دي. حتى اقول لك على الحاجه اللي زي الجماعه اللي هم المدرسين المساعدين في الجامعه، هو المفروض ياخد دكتوراه عشان ايه؟ يبقى مدرس، فساعات يستصعب شويه الدكتوراه، الدكتوراه ناشفه جامده مش اي حد بياخدها صدقني. فيقول لك ايه؟ ده انا هاخد الزماله. بين الزماله صدقني اسهل، تخيل بقى سهل على الدكتوراه، ياخد الزماله وهو في مصر وبعدين بس يعمل رساله الدكتوراه فقط، ويبقى هي كده اتعدلت كلها بالدكتوراه كليه ويتعين بيها مدرس. يعني فهي الزماله بتنفع في مصر وبتنفع في جميع الدول العربيه كشغل. دي اللي هي الزماله الايه؟ البريطانيه. الحقيقه بقى في طبعا بقى زمالات كتيره، انت بقى هتلاقي بقى في الزماله مثلا بتاعه البطنه بتاعه الجراحه، كل انت بقى عايز تعرف تفاصيل. انا من تعليمات الفندق ان شاء الله انا في بعض الاساتذه هيقعدوا معاكم وهيقولوا لكم بقى تفاصيل اكتر من اللي انا بقوله ده يعني الحقيقه. وبعدين هناك برضو الموقع بتاع النقابه خش عليه، شوفوا لجنه التعليم الطب المستمر هيقولوا لك كل التفاصيل اللي مطلوبه. بس انت في الوقت ده حاول انك انت تحدد اتجاهك. حاول انا هقعد ولا هسافر؟ لا اصل انا والدي قاعد في السعوديه، انا هروح هناك واشتغل. لا اصل يعني حاول تحدد انت عاوز ايه تاني. اخر حاجه عايز اقولها بسرعه، احنا بقى اتفقنا هيضطروا هم يخشوا على دكتور على اليوتيوب كده ان شاء الله عشان قصه التخصصات دي، مش كده؟ الموضوع التخصصات ده موضوع يعني نقعد نتكلم فيه بتاع ساعه ونص. لكن انا هقول سمري سريع كده، وانا بس يعني الدكتور محمود وزمايلكم يعني انتوا بعرفوا الطلبه حاولوا تجيبوا الكلام ده من على اليوتيوب ونزلها بس على الموقع اللي هو عندك، هتقعد تسمع بقى المواضيع من الالف الى الياء تخصص تخصص. انا بس هقول حاجه بالنسبه للتخصصات، في تخصص انا نسيت اتكلم فيه، ما كنا في عين شمس نسيت اتكلم فيه، تخصص الاونكولوجي. انا جبت سيرته خالص مش عارف ايه. الاونكولوجي ده خلي بالك كان زمان الناس تنظر للاونكولوجي ان هو بقى ايه؟ ده برانش عم بيعمل اكتئاب والعميل ده بتموت. لا 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 يا دكتور، الاونكولوجي دلوقتي بقى انا مش عايز اقول لك شغل رائع. المستشفى عندنا مليانه حالات اونكولوجي، وما شاء الله الدكاتره شغالين بريد لا تتخيلوا. الاونكولوجي بيستخدم دلوقتي النهارده كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي بشكل متقدم جدا، علاجات فيري اكسبنسيف. وانا قلت دايما الدكتور لما بيستخدم الادويه الاكسبنسيف دي والحاجات الاكسبنسيف دي، يعني لما البرانش يبقى بيتعامل مع الحاجات اللي هي غاليه قوي كده، تلاقي قيمه البرانش نفسه بتبقى عاليه قوي. الاونكولوجي بيشتغلوا فيه الميل والفيميلز، والفيميلز على فكره ثابتين فيه برضه نجاح. يعني الستات ناجحين قوي في الاونكولوجي. طبعا دي حاجه بتزعلنا ان الرجال قوامون على النساء، لكن هم ما شاء الله يعني البرانشات اللي الستات بيشتغلوها كويس قوي الاونكولوجي. الاونكولوجي يعني مش عايز اقول لك لا، برانش ممتاز ممتاز ممتاز. واللي يجي له نيابه الاونكولوجي كان زمان بقى واحنا طلبه يقول لك يا عم ده هياخد، حتى ما كانش بيسموها اونكولوجي، كان يقول لك نيابه كوبلت. ازاي؟ والله كانوا بيقولوا كده. لا دلوقتي الاونكولوجي ده حاجه ممتازه جدا جدا. طبعا هو كان اختصار قصه التخصص، مش هنخش بقى التفاصيل عشان الوقت بتاعكم. انت لازم من البدايه تحدد انت هتمشي في سكه الميديسن بفروعه ولا سكه الجراحه بفروعها ولا السكه الثالثه اللي هما بيطلقوا عليها لفظ ما بنحبوش يقول لك عليها ايه؟ باراميديكال. والباراميديكال ده هو لفظ
اللفظ مش صح، هو بيقصده ايه بقى؟ انا ولا عايز ولا بطنات ولا جراحات ولا كلام ده خالص، انا مش عايز عيانين، انا عايز اشتغل راديو، انا عايز اشتغل مثلا كينك الباثولوجي، عايز اشتغل مثلا الهيد برانشز اللي من هذا القرن، واخد بالك انت ازاي؟ فانت تشوف انت بقى انت حابب ايه؟ هل انت حابب الطب وعايز تبقى دكتور وتشغل مخك ومعاك السماعه وتعمل انفستيجيشن وتفكر وتعالج ديفرنشال دايجنوزز، والعلاقه بينك وبين المريض علاقه وطيده، ولا انت راجل بتقطع عرق وتسحب، انا عايز جراحه، انا عايز اخلص، انا مش عايز اذاكر كتير، ما الجراحين دول ايه ميزتهم؟ ما مش لازم يذاكر كتير، هي صنعه، ربنا بيديله صنعه حرفه جميله. فانا والله غاوي هذا الكلام، ما بحبش الكلام الميجازين ده، لا انا ما بحبش العيانين والكلام ده. انا شفت اسم الراديولوجي عجبني قوي، شفت اسم كيك الباثولوجي عجبني قوي، وهكذا. فانت لازم انت حاول قدر الامكان تحدد. طب انت هتحدد بناء على ايه؟ ده سؤال مهم جدا. ما ينفعش تحدد بناء على الهوى بتاعك، لازم بطريقه عمليه. يعني ايه طريقه عمليه يا دكتور؟ يعني لازم انت وانت بالذات في امتياز، سنه الامتياز دي خدها بقى مني ان هي مهمه. في ايه بقى يا دكتور؟ احنا في امتياز تقريبا ما بنعملش حاجه، يعني تقريبا يعني بنقعد نوصل حاجات كده وريكوستات لو احنا عارفين حاجات دي، والدم بنفضل ماشي فيه في المستشفى والحاجات دي، ما يجراش حاجه. لكن حاول وانت في امتياز تتعايش مع الاقسام. يعني انا مثلا هقول والله انا بفكر في الجراحه العامه، اصل انا جراحات والجراحه العامه وبفكر في العظم والمسالك، انا في المثلث ده. طب تعمل ايه؟ تفضل قاعد في الاقسام دي تتعايش فيها، مش مجرد تروح للنايب والنايب يبعتك مشوار، لا، فين الستاف راوند؟ احضره. الكونفرنس بتاع الاسم احضره. العيادات الامرجنسي احضر، كل حاجه تتعلق بالاسم احضرها واتعرف على الستاف فيه كده، انا بعرفه. هتلاقي نفسك استريحت في مكان. والله يا اخي الناس دول كويسين وطريقتهم جميله والبرانش، انا حاسس ان انا هعمل فيه حاجه. يبقى انا بدات احدد، لكن في واحد اصلا مش عارف اخد ايه؟ ما هو ليه مش عارف ياخد ايه؟ مع ان سنه الامتياز خلصت، لان هو كان في الامتياز فيري سوبرفيشال. يبقى انا لازم برضه مثلا البنات مثلا هتيجي تقول والله يا دكتور انا بفكر في الراديو وبفكر في الكلينيك الباثولوجي، دي برانشات على فكره بتلاقي من البنات قوي، وبفكر في السايكاتري برضه مثلا، يعني شويه كلام كده مش مشكله. فطب هتعملي ايه؟ تواجدي بقى شويه في الراديولوجي وفي السايكاتري وفي الكلينيك الباثولوجي، وشوفي ده وده، احضري، احضر بعمق، ده في كونفرنس، ده في مش عارف ايه، في كده، افضل داخل في زوارق الاسم نفسه، ابتدي انا اكون فكره. يبقى دي اول خطوه، تشوف انت نفسك ميال للميديسن ولا السيرجري ولا الحاجات التانيه اللي هي بتبقى مريحه. وخلي بالك اوعى تستهوي بالراديو، اوعى تستهوي بكينك الباثولوجي، دي برانشات عظيمه جدا، والراديو ده مليان شغل غير عادي وحاجات انترفنشنال. طبيب الراديو النهارده بقى بيعالج العيانين يا دكتور، ما بقاش مجرد واحد بيشخص وبس. فيعني دي نقطة مهمة جدا. وباختصار شديد برضه يعني انت لما تيجي تبص على البطن مثلا، هبص تلاقي مثلا برانش نيفرولوجي، ده بقى التفاصيل هتلاقيها في النت بقى، برانش نيفرولوجي مثلا تلاقي فيه دياليسيس وترانسبلانتيشن، وتلاقي فيه نيفرولوجي ميديسن، البنات بيشتغلوا فيه كويس، الولاد بيشتغلوا فيه كويس، الانكم بتاعه كويس، الجاسترونتولوجي مليان مناظير ومليان التراسونيك. خلي بالك زرع الكيدني، كيدني ترانسبلانتيشن انكلودد فيه بتوع النيفرولوجي، ليفر ترانسبلانتيشن انكلودد فيه بتوع الجاسترونتولوجي ميديسن، برانشات جميله. روماتولوجي مليان شغل دلوقتي، وعلاجات رهيبه وادويه فيري اكسبنسيف رائع، والبنات فيه بيشتغلوا فيه كويس قوي. الهيماتولوجي المستقبل في البومر ترانسبلانتيشن، البنات في الهيماتولوجي شطار قوي، وعلاجات هي ادويه ايه في الهيماتولوجي ده؟ برانش رائع. الاندوكراين
خبيث. كان بص كل الجماعه عندنا بتوع الانتوكراين العيانين مش قاعدين على السلم قاعدين على الرصيف بتاعنا. شغل جامد. فعلا الانتوكراين ما فيهاش لبش كده، هي بص ورقه وقلم ومخ. بس مش حاجه وقاعد الباشا. مفيش حاجه. تشرب النسكافيه والتكييف شغال والعيانين داخله خارجه. برضه في مثلا يمكن عشان مثلا اللي هي الجراحه العامه، الجراحه العامه دي بلاش بقى حكايه الجراحه العامه وحشه والجراحه الخاصه احسن، مفيش حاجه اسمها جراحه عامه خلاص. ولا حتى في بطن عامه. مفيش الكلام اللي فيه نيفرولوجي، فيه هيمينولوجي، فيه روماتولوجي كده. برضه الجراحه العامه، الجراحه العامه دول يا ابني شغالين كويس جدا، وجوه الجراحه العامه انا طبيب جراحه عامه. طب انا هعمل ايه بقى؟ بس انا هتخصص بقى في حاجه. هيشتغل في عمليات الاوبيزيتي. دي حاجه اديشنال. انا جراحه عامه بس انا رحت في سكه الفاسكولار. انا جراحه عامه بس انا زي ما تقول بقى بدات اشتغل في البريست سيرجري. مثلا مفيش حاجه اسمها جراحه عامه. يعني في حاجه اسمها جراحه عامه بلس سبيشياليتي معايا. طب ما انا مثلا بطن عامه مش كده؟ وتخصص الدقيق نيفرولوجي. مثلا البنات بقى في الجراحه العامه بداوا يخشوا في الموضوع. دي بقى حاجه بقى ايه؟ ايه رايكم بقى؟ في هنا حد من البنات ممكن تشتغل جراحه عامه؟ حد الله الله. طب ودي نسا بص عايز اشتغل جراحه عامه ما شاء الله. طب ايه بقى قصه الجراحه العامه للستات؟ هقول لك انا بقى دلوقتي بص بيتنشقوا عليهم. بص خلينا بقى الستات ياخدوا منكم جراحه العامه دلوقتي. هو اللي بلاش بلاش لا هما يعني بصوا احنا في عندنا كام بنت كده داخلين في الجراحه العامه بس ايه مش بشكل تقليدي قوي. تشتغل في البريست سيرجري، تشتغل في الفيمين يورولوجي فاهم ازاي؟ ويشتغلوا في الانوريكتال سيرجري. حاجات كده زي ما تقول في ستات ابص يروحوا متصلين بالتليفون بس انا دكتور انا اصلا انا زوجتي عندها اينال فيشر عندها بيري اينال ابسس حاجات زي كده. احنا عايزين حد جراحه عامه بس واحده ست رقم معلش خلاص هو عايز واحده ست خلاص. طب انا هجيب لك ست منين؟ ما اعرفش. بدات انبش بقى لقيت في عندنا ما شاء الله بقول لك ايه مش لاحقين بقى كل الستات بتروح لهم دلوقتي. فهي ممكن الست تشتغل جراحه عامه، فهي ممكن الست تشتغل جراحه عامه يعني برضه في الجراحات الخاصة بالمسالك طبعا مستقبلها برضه كيدي ترانسبلانتيشن. المسالك فيها بنظير شغل المسالك دي بص رائع رائع. طبعا التفاصيل انا بقول لك على اليوتيوب عشان بس يعني وقتكم وقت الدكتور برضه مش عايزين ان احنا نعطله. برضه يعني نقطة برضه البنات يخشوا بالمسالك عشان حتة الفيميل يورولوجي. يعني ايه؟ تلاقي الستات اللي عندهم بص كم رهيب من الستات عندهم يورينال انكونتنس. بص بعد سن ال 50 يا باشا اسال هتلاقي الستات كلها ليبلينج اوف يورين بيحتاجوا علاجات وبيحتاجوا عمليات. في فيميل عندنا بقوا ماسكين في القصه دي حاجه ما شاء الله. يعني مثلا عندك العظم، العظم ده هو طبعا لا يمكن الفيميل تشتغل عظم عندكم ده طب دي كارثه والله العظيم شكله مش هتعمل حاجه هتقعد بقى وخلاص. احنا عندنا اسم العظم ده ما فيهوش ولا واحده سن ولا مسائل ولا واحده اللي فيه اجسام يقول لك بص احنا مش هنجيب ستات ولو جت هنقطع رقبتها اصل الاجسام ممكن تيجي بالقانون. انا عايز اجازه هتاخدها. طب تعالى بعيد بقى بعيد شاكوش وبتاع ومسامير مش هتستفيد. العظم ده بلانش يا ابني مش عايز اقول لك أكثر من رائع. وطبعا في ظل الثورات والاصابات بتعملوا بعظم يعني يقول لك هي دنيا هديت ليه بس؟ فأنا شاكك إن الجماعة اللي بره العظام طبعا بيتعاملوا بيأجروا الطبية يروحوا يكسروا في العيال ويبعتوا لهم. فالعظم طبعا رائع وبعدين في تقدم بقى في العظم بقى بدأوا يعملوا المصل ترانسفير يعني بدأوا ينقلوا عضلات من مكان لمكان والناس بتحلم بقى بيحلموا بقى دلوقتي هم بالستبسل وبيحلموا هل ممكن يبقى في ماسل ترانسبلانتيشن مش عارفين بيحلموا احلام كثيره جدا.
العقل ده افق والمفاصل الصناعيه لا العقل ده قصه جامده قوي. التجميد بقى جميل، التجميد جميل، الستات برضه بيشتغلوا فيه جامد في مين مش عارف بقى الحاجات اللي هي بقى عيوب كده بسيطه يقعدوا يصلحوا وبتاع ويظبطوا كده. التجميل بس في كان كومنت انا قلته حته الحلال والحرام، فانت بس خليك ملتزم بيه يعني ما تقعدش يعني في واحده ست تيجي تقول لك ايه انا بطل ايه انا عايز اخيري دي تبقى ايه يعني. ده بقى كتير بيعملوا مناخيره، والله انا ممكن اعمل لك عمليه تجميل في مناخيري لو انت مناخيري فيها يعني ديسفيجر يعني ازاي انت بقى بتقدرها. لا فعلا مناخيرها صعبه شويه فاحنا دي او عندها حاجه في وشها يعني مش كويسه او كان عندها مثلا بيرد او كان مخبوطه خبطه حاجات زي كده اعتقد دي ممكن تبقى حلال ان شاء الله. لكن اللي هو بيقعد يقول تجميل ده بقى مش عارف يعمل شفاف، لا الحاجات دي انا شايف في عندنا ناس بقى ملتزمين قوي بالحكايه يقول لك لا الكلام ده انا ما بشتغلوش، لا انا بعمل حاجات تجميل يعني لو في ديسفيجرمنت انا اصلحه، انما موضوع ده اعمل لي شفايفي واعمل لي مش عارف البتاع دي التجاعيد اللي هنا والكلام البارد ده في ناس يقول لك لا انا ما بعملش حاجه عشان بس يبقى فاهم. في ناس بتتخيل ان جراحه التجميل تجميل، لا جراحه التجميل دي جراحه بمعنى الكلمه. يعني بيعملوا مايكرو ماسكولار سيرجي يعني دي كده مثال لو واحد صباعه ده اتقطع اتفصل عن ايديه ها مين اللي ممكن يرجعه له؟ بتاع التجميل على فكره ولا مايكرو سيرجي. كل جراحات الهاند دي بتوع التجميل بيعملوه. يعني مش عايز اقول لك التجميل عامل ازاي والفيميل دخل طبعا النساء طبعا دي شغله مش عايز اقول بس النساء محتاجه زي السايكاتري كده، السايكاتري برضه الفيميل بيحبوه الفيميل بيحبوا يشتغلوا فيه بيدياتريك سايكاتري. طبعا ابعدوا بقى عن الادكشن يعني بلاش الادكشن خليه للرجل. السايكاتري عشان حد ياخدها محتاجه بيرسوناليتي معينه في رايي زي النساء. يعني النساء مش اي حد ياخد نساء هو ليه شخصيه معينه. طب الفيميل تاخد نسا؟ تاخد نسا. عندنا احنا برضه الستات اللي هم نجحوا في النسا في الكليه عندنا مش عايز اقول حاجه بقى رهيبه رو. طيب اعداد من العيانين اللي هي كمان هي فيميل وشاطره وعامل زي الراجل كده راجل وشاطره بص حور تلاقي الستات كلها بتروح لها اللي في ستات تقول لك لا اروح للدكتور. طبعا دي نقطه مهمه قوي وخاصه في بعض مثلا البلاد العربيه يعني يا سلام بقى لو خدت بقى نسا واشتغلت نسا بقى وهتسافر دول عربيه. طبعا في بعض الدول يعني الكويت مثلا الامارات يعني لو دكتور النسا ميل مش مشكله. لكن باقي البلاد مثلا لا لازم تبقى في ميل. دي بقى بتبقى ليها يعني منظر تاني خالص. بس تبقى عامل حسابك بس ان زوجتي هيبقى فيه دايما مشاكل مع جوزك برضه. يعني دي برضه مهمه قوي. تلاقي الراجل كل شويه يروح البيت مش موجود. انا مراتي فين؟ كده ولا مش هينفع فعلا. في واحده زميلتنا كده اصلا شغاله برايفت لسه جامده جدا 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 عيادها هنا بلا موبايل عيادتين ثلاثه شغاله في كل العيادات هنا في هنا عياده وهنا عياده وهنا عياده المستشفى دي عياده وتولد هنا وتروح هنا. يا ابني انت جوزك فين؟ انت جوزك سايبك كده؟ والعيال فين فين عيالك؟ والله العظيم فلا برضه يعني كفايه عيله واحده ودكتور عيله واحده حلوه خليك في النسا بس النسا حلوه. احنا قلنا كده نسا وبطنه وجراحه الكارديولوجي رهيب الكارديولوجي رهيب اساطر بقى ودي اسطره القلب ايكو الكارديولوجي فظيع يا جماعه. ده البرانش اللي عندنا مش عارف انتوا عندكم بيعملوا ايه العشره الاوائل بيتنافسوا على الكارديولوجي. ينزل سبع نيابات كارديولوجي، يجي الثامن على الدفعه ما يجلوش. حاجه رهيبه، بس ايه اللي عمل كده؟ الاساطر. برضه عايز اوضح لك نقطه، النيورولوجي بدا يخش في الاساطر دلوقتي. يعني النيورو مش بقى برانش نيورو، لا. اللي بيتعمل في الكورونري بدا يتعمل في السريبرال. يعني ممكن يبقى انا عندي مثلا ترانزيانت سكيميك اتاك، او يعني سريبرال انسفيشنس. روح مدخل لي قسطره لحد ما اوصل للميدل سريبرال ارتري واوسعه واحط ستنت
ايه رايك؟ حاجه تفتكر بقى تفتكر يعني وصلوا للبرين اول ما القصاطر دي تشد واحط ستيب ايه رايك؟ حاجه تفتكر بقى تفتكر يعني وصلوا للبرين اول ما القصاطر دي تشد وتنجح هتلاقي النبت النيورولوجي دي نبض بنبضه غير عاديه. عشان كده الوطن يقول لك النيورو يا عم الناس كلها مشدوده وبتاع وهعمل لهم ايه؟ لا 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 النيورو في شغل كتير جدا جدا. وطبعا اللي كان بيقول لك انا بحب السايكاتري اكتر، السايكاتري فيها ريوردنج اكتر، السايكاتري يعني الريسبونس بتاع التريتمنت بيبان بسرعه، النيورو بيتاخر. لا موضوع الاساطر في النيورولوجي بقى حاجه غير عاديه، وبداوا يشتغلوا فيها خلاص وبداوا يعملوا نتائج. عشان بس تبقى في الصوره الاطفال طبعا ده برانش يعني جميل، هي بطنه مسخره، الفلو بتاعه عالي جدا 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 زي ما احنا عارفين يعني ما شاء الله. الفيميل زفيل بتنجح ضربه والميل برضه بينجح. بس يعني بس ايه برضه دكتور الاطفال ده برضه بحسه لازم يكون ذو شخصيه معينه، يعني عشان انا اتعامل مع العيال دي عايز يا واحد او دكتوره يعني صح ولا لا؟ متعبين بصراحه، انما هي شغله جميله جدا وانا احبها للستات برضه. يعني انت ما تحب بدل ما تبدي بطنه وتبدي اطفال لو ينفع يعني. طب خد بالك التشيست برضه البرانش مش وحش، التشيست ما تنساش ان هو في انتنسف كير خاصه للتشيست، في حاجه اسمها تشيست انتنسف كير، فانت بتتعلم كويس قوي من الانتنسف كير. وبعدين في التشيست برضه عالم المناظير اندوسكوب، يعني بقى يعني التشيست مش مجرد كده، لا ده وبعدين دكاتره التشيست ناجحين ما شاء الله شغالين كويس قوي قوي قوي. عشان بس ما تبقاش ما فيش برانش وحش، انت بس ما فيش غلط الهم في وزن. لا الدكتور حسام بقى هيتكلم على الهم في وزن. يعني الأنف في وزن فيه مناظير، فيه جرحات دقيقة، وكمان البيتيوتري جلاند خلاص داخل بقى خلاص داخل. على فكرة الأنف في وزن أنا هقول لكم على حاجة، إحنا كنا دايما عندنا في طبع الشمس زمان قبل الكارديولوجي بقى ما يبقى كده، كان الأول على الدفعة والتاني أنف وأذن أو رمض. والله عشان تبقوا عارفين الأول لكن انا مثلا هاخد ايه؟ انف واذن، الثاني مثلا هاخد رمض، بعد كده بقى الباقي بقى. فين كانت كان بعد كده عارف يجي ايه؟ كان يجي النسا. وبعد كده فين 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 بقى؟ يروح جاي الكارديولوجي. بعد كده بدات الكارديولوجي عشان الاساطر راح نطت لقدام شويه. دلوقتي الانف واذن بداوا عندنا الجماعه الاوائل ياخدوا بالهم من الحكايه دي، قال لك لا ده في شغل جامد، وبداوا يعملوا كومبينه مع النيورو سيرجن. يخشوا هما الاثنين بتاع النيورو سيرجن وطبيب الانف والاذن يعملوا عمليات البيتيوتري جلاند وحاجه يعني. لا بص الطب اتغير تماما. الرمض كذلك جميل، الرمض حلو برضه بالميل والفينيلز، بس الفينيل بقى في الرمض خليكي شغاله قدام انتيلور، ما تخشيش في الرجل احسن، الراجل هتفخدي له عين تفخدي عين الراجل. فانت بتعملي ايه مثلا؟ شويه لينسز كده، حاجات خضراء وحاجات زرقاء وحاجات حلوه يعني تفصيل، شويه ليسك، ليسك ده حاجه عالم رائع جدا، كاتاراكت وكفايه عليك يعني. بس تخش بقى ممكن تعملي شويه شغل في الحول اللي هو عمليات الحول. والله صحيح في عمليات جميله جدا، في عندنا دكتوره متخصصه في السكوين، تخصص هي اشطر واحده دكتوره. ما فيش داعي للريتنا دي، الريتنا عاد فيها كهرباء وبتاع. فالرمض طبعا يعني زي الانف والاذن كده، في جراحه، في ميديسين، في كل حاجه. الرمض الجلديه مش ملاح شغل برضه، في ستات تحب تشتغل جلديه، وفي كم رهيب من العيانين يا اولاد الفيميلز ما يروحوش جدا لدكتور الجلد. يقول لا ما اروحش لدكتور جلد، انا عايزه دكتوره. دي نقطه مهمه قوي. طبعا برانش الاندرولوجي ملوش دعوه بقى. يعني تخيل بقى فيميل تكتب جلديه وتناسليه، في كده يعني الفيميل هي اللي هتعالج الميل بقى، ادي بقى. يبقى انت بعيدي بقى خليكي في الجلديه وخلاص. لا مش معنى الناس، لا الوضع مختلف. مش نتكلم بقى ولا لا؟
في جه تاني بلانشات انا مش فاكر. لا يعني يقول التخدير، التخدير ده كان زمان يقول لك ايه تخدير، لا التخدير ده ده ميديسن. التخدير ده يعني انتنسيف كير ماشي، يعني طبيب التخدير بقى مش خلاص هو بقى ايه بيدمج، لا ده انتنسيف كير وامرجنسي وشغل رهيب. جميع الانتنسيف كير في العالم مين اللي ماسكينها؟ بتوع التخدير. في طبعا نيابه دلوقتي نازله انتنسيف كير ممتازه ممتازه جدا، لان تخصص الانتنسيف كير ده مطلوب في جميع انحاء العالم. خلي بالك في برضه نقطه مهمه انا برضه يمكن قلتها، ولما تخش على اليوتيوب هتلاقي فيه يعني بتكلم بتفاصيل شويه، لان كنت يا دوبك هو ده الحته اللي انا بتكلم فيها. الاهالي الاهالي الاهالينا مش فاهمين، فانت تيجي تقول له ايه؟ تقول له اصل يا بابا هاخد اشاعه. يقول لك ايه؟ بعد ده كله هتبقى دكتور مشعه؟ روح ماسك كام ضربه كده؟ يابا الواقع كذا مفيش. فعشان كده دي مشكله، والله يا عم الحاج اصل انا نويت اخد تخدير. دي مش منافق، انا هاخد معمل. ايه؟ ايه معمل ايه؟ طب تحلل. فهم يعني نفسنا نعمل زي ما قلت انا فاكر عايزين نعمل سيشن لاولاد امومي. مش عارف اقعد معاهم يفهموا يا عم الحاج انت مش فاهم بس انت عارف فاهمها. فالنقطه دي مهمه جدا، يعني لازم انت برضه اعمل توعيه في الحته دي قبل ما تقول تقعد تتكلم كده تدي مقدمات كده خليك ذكي، لان في شباب مش بنات ميلز ابوه بسبب ابوه ما خدش البنات اللي هو عاوزها. قال لابويا مش مهم. للدرجه دي والله قال لي انا هطردك من البيت مش هتعيش عندي خلاص. هو عايزه يبقى دكتور زي ما هو متخيل مش عارف ليه. فدي نقطه مهمه جدا برضه. فيبقى احنا ايه؟ مش عارف في حاجه التخاطب، التخاطب ده حته دي برانش انا ما كنتش اعرف كده. لان في واحد عندنا كده ولد كان بيتهته. التهته دي مشهوره اصلا. واللي عنده انفيزيا وبتاع مش عارف ايه. فروحت انا معاهم لواحد زميلي بتاع تخاطب عشان اوسع الواد لان مامته بقى وعشان خاطري وتيجي معانا. فروحت لقيت ايه ده؟ شغل جامد. الافيزيا بقى بانواعها والديسارثريا واللي كلامه متاخر، كانت اوصل انت تخش العياده تلاقي فيه ستات شباب كده يا عيني مخلفين اطفال، طفل كده عنده مثلا 4 سنين 3 سنين لسه ما اتكلمش. عارف دول اعداد مهوله. فده بيروح لبتاع التخاطب. في تلاقي طفل ما بيركز. لما بتقعد تكلمه تلاقيه هو في ملكوت تاني. يعني مش مركز معايا. بتوع التخاطب يقعدوا معايا يعلموه ازاي يركز. يعلموه ازاي لما واحد يكلمه ينتبه له. لا ده شغل جامد قوي 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 التخاطب ده. اوعى تفتكر الميل بيشتغلون في ميل. طب ايه رايك بقى في الدول العربيه؟ لو حبوا يجيبوا واحد تخاطب هيجيبوا مين؟ هيجيبوا مين؟ مصر. المصري. انا هيروح يجيب تخاطب بالانجليزي. انا عايز تخاطب. عايز مصر. حاجه مصري حلوه كده. فبتبقى هناك يعني في واحد زميلنا كان بتاع تخاطب بص بيبوسوا ايه عشان يروح. اكتب المرتب اللي انت عايزه. بس تعالى. الكلام ده برضه بينطبق على عارف مين؟ السايكاتري. طبيب السايكاتري. مش معقول يبقى انا عندي نفسيتي تعبانه واقعد اتكلم مع دكتور انجليزي. كده اقول له ايه ده؟ انا عايز اتكلم مع حد عربي. فبتوع السايكاتري برضه في الحته دي خلاك السايكاتري ده بلاش رهيب مش عارف يعني وبرضه بنبهكم لحاجه. اقروا السايكاتري كويس خلي بالكم اسمعوها وقروها كويس. كلام البكالوريوس احسن كل المعادلات والامتحانات الاجنبيه فيها سايكاتري. وانتوا يعني عيبنا معظم الطلبه حتى عندنا بيهملوا شويه السايكاتري، بيبقى في السايكاتري كده يعني منيح شويه. فيجي يخش بقى في المعادله يلاقي السايكاتري دوشمة قد كده. طب لو انا عارف البيزك سايكاتري هقرا اي كتاب تبعهم انا هفهمه. خلي بالك دي مهمه قوي السايكاتري في الحته دي. في ايه تاني برانشات احنا ما قلناهاش؟ السمعيات. في برضه برانش اسمه سمعيات بقى اللي هو الديفنس ومش تعرف هو الديفنس ده رهيب جدا. وسماعات ومعرف ايه، السمعيات بقى بيليق قوي قوي على الفيلم. بيليق قوي، انما في ولاد شغالين سمعات كتير يعني. قوي. الميت ميديسن ولا
الامرجنسي اه اللي هو طب الطوارئ والحاجات. طب الطوارئ ده يا دكتور دلوقتي يعني يمكن استاذنا الدكتور حسام وافي في طب القصر العيني عندهم ماده ضخم اسمه طب الطوارئ. هيجي بخير ان شاء الله. انا لو كنت عرفته كنت ظبطت معاه وكنا جينا مع بعض كنا نقعد مع بعض. الدكتور حسام ده يعني ما يشبعش منه بقى يقعد يتكلم ساعتين بس ده استاذنا بقى ده اللي انا اتعلمت منه. خلي بالك بس عشان لما يجي قول له الدكتور اسامه بيقول لك بيسلم عليك وهو قال لنا اللي انت اتعلمته وهو علمني اللي هو الدكتور حسام. فهو فعلا عمل القصه دي وهيحكي لكم بالتفاصيل عن طب الطوارئ اللي هو وكان معاه دكتور اسمه شريف مختار طب القصر هم اللي عملوا القصه دي وعملوا وبقت نيابه وده برانش يا دكتور غير عادي غير عادي. طب الطوارئ والحالات الحرجه والانتنسف كير حاجه رهيبه مطلوب يعني مطلوب الكلام مطلوب جدا هذا الكلام طبعا. الكوميونتي هدفه في الجامعه بقى مش كده؟ ما انا هتكلم على الاكاديميك كده بسرعه عشان ما ننساش. بص الاكاديمي بسرعه كده البايوكيمستري لو هتاخد بايوكيمستري في الجامعه هيبقى فيها ميزه ان انت تفتح معمل. لو خدت طاره سايتولوجي في الكليه تفتح معمل. لو خدت بكتيريا ممكن تفتح معمل. لو خدت بكتيريولوجي بكتيريا في الكليه اكاديميك ممكن تخش في سكه الايمينولوجي وترانسبلانتيشن. خلي بالك برضه اسم الكلينيكال باثولوجي لما هتسمعه في على اليوتيوب هتلاقي الكلينيكال باثولوجي في هيماتولوجي بيخشوا في التيم بتاع البومر وترانسبلانتيشن. خلي بالك تخش في التيم. البرانش الايمينولوجي اللي هو تحت عنوان كلينيكال باثولوجي برضه بيخشوا في التيم بتاع الترانسبلانتيشن لاي اورجن. فيعني دي حاجه مهمه قوي. قلت له يا دكتور السؤال كان ايه نسيت؟ نمسك الكوميونتي. بص الكوميونتي ده انا مره حضرت مره مؤتمر اتخضيت. ايه بقى؟ منظمه الصحه العالميه وعمالين يسافروا بعثات وناس اجانب تيجي. لا يا دكتور دول بيعملوا شغل غريب جدا بتوع الناس دول وحضرت لهم محاضرات في منتهى الجمال وجم خبراء اجانب وقعدنا نتكلم. لا الكوميونتي ده برانش رائع. وقال في نقطه بس عايز اقولها. انت مثلا خدت الكوميونتي وشغال في الكوميونتي وبدات تشتغل بقى وبدات تسافر وبقيت راجل محترم ومنظمه الصحه العالميه والحاجات دي كلها ممكن تعمل ايه بقى؟ طب انا حاسس ابقى اطلع اشتغل يا عم حضر ماجستير امر بلطة ماجستير اطفال ماجستير جلديه اي حاجه من دي وتفتح عياده وتشتغل فيها بالليل. ايه المشكله؟ انت خدت اناتومي الاناتومي اناتومي بقى خلاص. طب كل احنا زمان بتوع الاناتومي معظمهم فاتحين عيادات وبيشتغلوا بعد الظهر بس هتفتح بقى عياده يعني مش هينفع بقى جراحه بطن اطفال جلديه يعني البرانشات تشيست مش كده. برضو الهيستولوجي كذلك برضو انا اشتغل يعني مثلا الميل يقول لك ايه انا مش هاخد هيستولوجي يا عم مش وجع دماغ. لكن الفيميل تقول لك ممكن اخد هيستولوجي في الجامعه. ليه لا؟ ابقى اسمي برضو استاذ جامعه ولو هي غاويه تبقى تفتح عياده اطفال خد يا سيدي دبلومه ولا ماجستير اطفال واشتغل بعد الظهر يعني. فالبرانشات الاكاديميك بس اكتر برانش اكاديميك باورفول بالنسبه للميل هو الباثولوجي. الباثولوجي بيخش في تيم مع الجراحين بقى يعني اي عمليه جراحيه بيحتاجوا حاجه اسمها الفروزن سيكشن. بيتاخد سيكشن اون تيبل في العمليه والدكتور بتاع الباثولوجي بيحلله في الحال. ده مهم قوي وده يعني في ناس شغالين كويس قوي قوي في الباثولوجي. في فيميلز كمان شطار قوي في الباثولوجي طبعا بيفتح معمل برضه بتحليل الامثله وكده. يعني التفاصيل دي كلها هتلاقوها اكتر عشان بس الوقت يعني يطول وكده وانا اسيب الكلام للدكتور حسام كده وربنا يوفقك ان شاء الله. وان شاء الله انتم لو عوزتوا اي حاجه معينه انا ممكن اعملها. انا ممكن اجي وقت ما انتوا عايزين اتكلم معاكم بقى في العلم نفسه في محاضرات سيشنز عايزين اي حاجه انا بحضركم يعني. انا ما عنديش مشكله خالص بس انا بس يعني انا جيت النهارده عشان فقط اتعرف عليكم.
بيكم ونعرف بعض. وانا قعدت اقول لزمايلكم يعني انا كل الكلام يا ابني قلته في اليوتيوب وهم يسمعوا اليوتيوب، بس انا خلاص انا هاجي عشان نتعرف ببعض ونشوف بعض، وان شاء الله يبقى في بيننا لقاءات كتيره. بس ما تنساش بقى السلام امانه للدكتور حسين.